وها نحن نرى شعوبا عربية مسلمة حل بها ما حل من الدمار، صحيح؟ ومما يحز في النفس أن يحل ذلك لا على أيدي أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومشركين وعباد أوثان، لا، على أيدي منتسبين للإسلام، على أيدي من ينتسبون للإسلام باسم الجهاد وباسم الإسلام وباسم إقامة الدولة الإسلامية الموهومة المزعومة التي لم تقم إلا في رؤوسهم فقط، في الأوهام في السحاب فقط، كلام فاضي. فحولوا بلادهم إلى دمار وخراب، وما دخلوا بيت بلدا إلا خربوه ودمروه. انظر للصومال ما الذي حصل فيها، كل هذه الأنفس التي ماتت والأرواح التي وزهقت والدماء التي سفكت على أيدي من؟ على أيدي مسلمين. مسلم يقتل مسلما ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، يقتل أخاه وهو يقول أنا أجاهد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. فتنة ومحرقة لا أول لها ولا آخر، وإذا سلمنا فينبغي أن نرضى بما سلمنا الله عز وجل. بعض الناس عنده نفس مريضة، يريد أن يستسرف للفتنة، يحب يمشي، وين ماشي؟ الخلال خالي، وين رايح أنت؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام في المسيح الدجال: من سمع به في بلد فلا يدخله. وثبت عنه أنه قال: احذروا الفتن فإن من استشرفها تلقفت. يا أخي الله عافاك، لماذا تريد أن تلقى الله ملطخ اليدين بدماء إخوانك؟ تريد أن تضع نفسك في ورطة لا مخرج لك منها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ وقد عافاك. تحب جاهد نفسك، جاهد نفسك على صلاة الفجر، جاهد نفسك على برك لوالديك، جاهد نفسك على تقوية اقتصاد بلدك حتى لا نبقى عالة للغرب، جاهد نفسك على طلب العلم، جاهد نفسك على أن تكون داعية إلى الله عز وجل، تقارع أهل الباطل بالحجة والدليل. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد مطلوب منك. أما وأن تريد أن ترفع السلاح ترفعه في وجه الصهاينة، اذهب إلى بني صهيون هناك وذد عن حياض الإسلام، ذد عن حياض الإسلام ودافع عن عقيدة الإسلام وعن أرض الإسلام. أما أن ترفع السلاح في وجه إخوانك وتقول أنا أجاهد، وربما بعضهم يريد أن يحول بلده إلى أرض للفتنة، حمى الله بلادنا من كل فتنة. يريد بعضهم أن تتصوم لتونس، لا والله لن نتركها ولن نتركوهم يصوملوها أبدا. نحن نسعد بهذه النعم ونحافظ عليها، وهذه المساجد تبقى بإذن الله عز وجل عامرة بالأخيار وبالمصلين. لماذا نأتي فنخرب بيوتنا بأيدينا؟ ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ نريد طاعة الله وعبادة الله، ونريد أن يبقى الناس آمنين في بيوتهم، على دمائهم، على ممتلكاتهم، على أعراضهم. لا يفرض أحد فكره على شخص، الذي يلجأ إلى القوة ضعيف الحجة. لا نحتاج أن نرفع السلاح، نحن نقارع بالحجة والدليل. أي إنسان من أهل الباطل على استعداد أن نقارعه دون أن نرفع أيدينا عليه، يكفينا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا مسيطرين على الناس، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ويقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لن نكره أحدا على الإيمان، ولن نكره أحدا على الطاعة، ولن نكره واحدة على الحجاب، ولن نكره أحدا على الصلاة، إذا أبى طاعة الله عز وجل، وإذا أبى الإذعان لأحكام الله فهذا شأنه. أنا لن أحاسبه، بل حسيبه الله عز وجل. اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. هكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليهم حفيظا ولا وكيلا ولا مسيطرا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا هو يصر على أن يذهب للجحيم فليذهب إلى الجحيم، شرطير يمشي، وش يمنحنا؟ نحن نقيم الحجة. إذا يريد أصر على أن يذهب إلى النار، ماذا تريد أنت؟ بالسيف؟ كما قال المثل: يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يريد أن يذهب إلى النار فليذهب إلى النار، شأنه هذا. نحن دورنا ومسؤوليتنا أن نقيم الحجة على الناس. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى أن نبين ونقول: هذا طريق خير وهذا طريق شر، هذا طريق ضرر وهذا طريق منفعة، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. ونحن أيضا مطالبون بأن نعمل لننقذ أنفسنا ونتمنى الخير لكل الناس. أما أن نفرض على الناس وثم يدفعنا الشيطان لرفع السلاح، نعوذ بالله من حال أهل الخذلان.